أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبع هداه واستنى بسنته ودعا بدعوته وكان من أمته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم هذا السعي المبارك إلى خير البقاع، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير البقاع المساجد، وشر البقاع الأسواق. درس والسيين أفدناوي بإذن الله عز وجل في قيمة العمل في الإسلام. الخدمة يخلق رب العالمين سبحانه وتعالى غمزان الاحتياج، يخلقيس الضعيف، يخلقيس ذا عريان، يخلقيس يتلظى، يخلقيس يتفاذى، يخلقيس يتحوج. أنشتري مرة يخدمي رب العالمين سبحانه وتعالى يوكنا ذكر ذي عري غمذان غفي غلنس وذي شمر، يوكنا ذي يخدم أذياوين الرزق رب العالمين. وإن كان الرزق ظنونيف رب العالمين سبحانه وتعالى غمذان ونتانا ثاني فعبط يماس، ولكن يرني الصبر بالعالمين عز وجل غسمذان سعي النير نحو الرزق. أتكرت أتخدمت أتشقوت أتزلت أتنعتبت أتعد التجارة أتعد الزراعة أتخدمت الصناعة إلى آخرة بنوت إلى غير ذلك، سواء نشتين أرتاويت الرزق رب العالمين سبحانه وتعالى. إذ من رب العالمين الدخل قمذان غير القاعة وريت لازا وريت فاذا وريتت وريت وريتس وريو حواج اللبسة وكل شيء وجد أيضا حاجة تستجد رب العالمين خملك وجدل روح كانت أتزلغط، ولكن أبدا أريد خذمال رب العالمين سبحانه وتعالى أنشتيا أسمي استخلف أمذان القاعة، استخلف العبد القاعة، إنك هو الذي استخلفكم في الأرض واستعمركم فيها. استخلفكم يطلبك كون تفيلم ذي الخلفاء يعني استعرض مرض يعني ثلاثة الحروفين الزائدة أدكش من غفر الفعل يعني اطلب استأذن، مثلا استأذن يعني طلب الإذن، استخلف يعني طلب ضرب العالمين جمذانا أذيلين ذي الخلفاء ينس القاعة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العظيم. من يدي قصد آدم ذريا آدم عليه السلام. واستعمركم فيها، استعمركم يعني طلب منكم عمارتها، الستر الزيون رب العالمين المؤمنين أيمزان لكن ما إلا حتى مش المؤمن فقط، هو الذي استخلفكم في الأرض واستعمركم فيها، يطلبون للسثر الزيون يوكنا تعمر من القاعية. ده شو ذي العمارة من القاعة؟ أه تعمر من الخير، أه تعمر من البنيان، أه تعمر من سبرذان أرد شقم قلب حور قلبر، أه تعمر من الخير الاستثمار. استثمار ده شو ذي استثمار داغن يعني أتطلبت الاثمار، أتطلبت الاثمار من القاعة، أتطلبت الاثمار من الدنيا، ذويل المعنى استثمار. فهو نفسه كالاستعمار، نفسه استعمركم فيها يعني طلبون ده استعمارا القاعة. فإذا من بين الأمور في مقرنين بالسوث رب العالمين سبحانه وتعالى قمذان أنه أذر البال أو القاع عندي تستخلف رب العالمين سبحانه وتعالى يوكل أديهم الزيس الخيرس، أدي السفر الزيس الخيرس. سوى شرف أدي السفر سلعانليين يقفرض رب العالمين سبحانه وتعالى طبيعة غصم ذا ورزميرا ريونا ذيج بلا ما يلي خذم ورزميرا ذي سوغاذي لسيلة آخرين أكيس بناء الدنيا سالكافر سالمؤمن يفرض رب العالمين سالجبلة الطبيعة الفشق خلق مذان أنه العبد أذي شقوم وذي الزل وذي نعتاب يوكنا دياوين الرزقيس. إنك الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله
لرزقكم مثل ما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إنك لو كانت تحلم رب العالمين سبحانه وتعالى حق التوكل أكني لق الحال ده شو التوكل رب سبحانه وتعالى على ما تنفهم. إنك لو كانت تحلم رب سبحانه وتعالى أكني لق الحال إلى قرزق كنيد أكني دير الزق الطيور أكني دير الزق يطاط والدينار الرسول صلى الله عليه وسلم تغيمان قلعش الناد طيوري الطيوري إيطاطي تغدو خماصا أذكر ند فرفر نقلع الشنسر أتحويسنا في الرزق نسر إسني كتب ربيع عز وجل أتفرفر ند تحويسنا في الناس تعبوطين خوان تسيل ماوين فرغنت خماصا وين معنى خماصا تغدو خماصا قوم بعدين ما ردو غالن ها الطيور مني وطاروحو طاروح يعني تقول انت غير العشن سنة غارو مكان دي يتغيما الى اخره انيش طاروحو بطانا ادقل انت في عبوطين عمرنت تشورنت اروانت. فاذا ده شو ذا المعنى ان الحديثين الرسول صلى الله عليه وسلم المعنى ينس هذه الدوم ذان هذه الحوم في القاعة هذه شكو هذه نعتاب يعني السعي هذه خدم السعي يوكنا في دي رزق رب العالمين يوكنا دي يغال في الخير غير وخام يوكنا دي يغال في الخير إلى عمريس يوكنا دي يغال في الخير أغفدار واد تغدو خماصا وتروح بطانا. ده ويز توكلها في ربي وإن كان مثل الشفاء مثلا اكتبي ربي المرض اكتبي ربي كذلك الرزق اكتبي رب العالمين سبحانه وتعالى الشفاء اكتبي ربي. ولكن هل يا ترى تروح ترى ما الا تطنط تروح ترى غير الطبيب تروح هل يا ترى ترى سينك طبيب النيل أستنت أكن أخدم إن كان لحسن عود أنت كان تمغاري لا تكش مكان أطيب من سنة ونهار استحلى غاروف وسيس وتعدر من طفل فارماسي يعني أتشغل الجهل يعني هذا شيء خدم. فالعقل السليم أذي يروح على الطبيب أذي فاق سنة لكش ما وفر مسيان وذي يغد دواء وتيتش الدواء النين وذي تكل غفر ربي سبحانه وتعالى طبعا يعلم الشفاء قفوص رب العالمين ولكن عليه باتخاذ الأسباب نتسال لازم الدم في الأسباب. فكذلك الرزق يتمثل ذك فوص ربي سبحانه وتعالى الله. ولكن عليك أيها الآدمي باتخاذ الأسباب لازم الدم في الأسباب ورثارا ورثعد طارا ورثغيما طارا ورثكل طارا في الدم أثكل طاف ربي ده شو المعنى أثكل طاف من الدم أذكر في الدرعي ذوين المعنى أثكل طاف ربي سبحانه وتعالى. وكذلك تمثلت التوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى أتنفهم جيون الحديث أن إذا ديوسا غيون الرسول صلى الله عليه وسلم ذا الأعرابي إذا يعني هذا نيني يسدر سدر قرب المدينة سدر نيش من خير الله العبادة نيش من الإسلام يروح ذا الأعرابي غيون أفت الغنف يحوج النبي عليه الصلاة والسلام إملاقا لذا النبي أفيمين نتورث الجامع نغفيرين الجامع كا إن يسي رسول الله حواشا كنا ينسد في دغر داخل الجامع أي إيه وطرد في الغمتي شاكني إيه عديت في أمرار في الغمتي يتخمين إن يسي رسول الله في الغمتي أتقنغني أتكل غاف ربك مقنعني أتقنغني أتكل غاف ربي ويتواشر ورث رجل ورث نجلي أتكل غاف ربي أشي سن الرسول صلى الله عليه وسلم مش نفهم ذا شو التوكل إناس اعقلها وتوكل على الله اقنيت هم بعد مرنت خلاف ربي اقنيت على الوجبة هم بعد خلاف ربي تعالي مطارة بلك دي سوما كارس دي سراح بلك أجب ذكاءات وغيرها تشتين تما قانتني هنا ولكن أخذمك تشين الوجبة قال كده الواحد رب العالمين سبحانه وتعالى وتندم ما يترى من بعد ذلك اقنغت وغد الطموبيل تكررت يريغت روم كانك مثلا قارير في مكان ومن بعد اجمل الحالة تتواكر غصر بتتخذ كل الأسباب ما يقدر ربي غصر تتواكر سبحان الله ونشتر ولا ما
كان ليصيبك ما كان ليخطئك، وما كان ليخطئك ما كان ليصيبك. أين لك يستغند الموحى لك يزقني في قرن النبي صلى الله عليه وسلم، وين لك يزقلنا والله لو كانوا زرغارا تزلط أفربعي فر هكا أفربعي يعني والله لو كانت تزلط أين لك يزقلنا الموحى لك يستغند أبدا. ولكن عليك بالتوكل، توكل إذا شوت اتخاذ الأسباب ومن بعد تبنط النتيجة أغفى رب العالمين استنتهى ربي أخلا قريفة سنك أنسي تبغيت الزغرة هاي. فإذا وين التوكل أغفى رب العالمين، والتوكل أغفى رب العالمين سبحانه وتعالى يقول خذنا أنه ينوري تغيمارا أبدا. ولو الأمور تم قراني إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وما أدرك من عمر، منه العمرين، هو الرجل الثاني في الإسلام بعد محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر، شهدن الصحابة باللي خير الناس في الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام من الرجال، ومن بعد أبو بكر ومن بعد عمر ومن بعد كندوس الخلفاء الراشدين ومن بعد عثمان ومن بعد علي رضي الله عنهم جميعا. عمر بن الخطاب للنقي من الرسول عليه الصلاة والسلام، ماشي النقي يعني سنت البرادر والبراد واش حاس ولا الشم كان نذا ايش بديد من الرسول صلى الله عليه مرة يمشي ور كذا ودي سغي ما يرى أبو بكر ودي سغي ما يرى عمر بن الخطاب وإلا يتدرس عند الرسول صلى الله عليه وسلم يوميا إلا حد فوذن الدين اكثر من الصحابة أبدا. لكن نعدز إلا الدرس يمكن الفلاني إلا الدرس الدرس الدوطرة الخطبتي ماشي هارتي يا أخي ما يلوصد السطر كعيني لبس. فالصحابة رضوان الله عليهم وعدزنارا في مجلس العلم، مجلس علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصح غصر بالأمر عظيم، الأمر عظيم بالأمر من الدين. ولكن عمر بن الخطاب إلا يمسافق الوحيد يون وصحابين المدينة من الأنصار إن يسيما إن يسمى إلا تبغيت أن مسافق في مجلس العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم أم شكا إن يتشت سعيك الفاميليين كسعيك الفاميليا إن يتضن في الواحين يوز الخدمة نكال خدم غاس والقيم غاس أسني بوشار قيم غاس وروح أسقيم غاس الواحد الرسول عليه الصلاة والسلام شكي غاس خدم تسلاغ نسني بوشار قيم غاس خدمات سلكوا أكني وسنوبة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وإذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ويحوج في النبي صلى الله عليه وسلم ويقلد الخليفة من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي بكر الصديق لم يستغني عن العمل وكري لن العمل إشار في رب العالمين سبحانه وتعالى. خطر لن كرا ربما الشباب المصيان هذه تعفوا هذه تعفوا الخدمات حيث مرتس كان وكان هذه فراغ مرتو برانيا يزمن هذه خدم أي عمل هذه في فرنسا انا كسلت يخدم ايش لا يقبل انجليزي ويوين غصر بتاع الدبلوم. ولكن داي يتمرتي سيجار واتمثني سيجار لهلي الى غير ذلك هذه النحشام هذه خدم الخدمة رايني الله ربما يتولد انسان بسيطة انسان اي عمل ولاش ديس الشرف ولاش ديس الشفاء ولاش ديس الخير ولاش ديس البركة أكم ما ريخذم يون سوفوسيس ودي جنوم سوفوسيس. لم يأكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه أكيد قرن النبي صلى الله عليه وسلم. ولاش الطعام ولاش المكلة ينفسي في الحلال الشبال يعني كل شيء في الخير البركة الشفاء الدواء إلى آخره. أما كنا ريتش العبد قل خير فشيش قام فوفوسيس سوفوسيس خيرا من أن يأكل من عمل يده. يا واحد يون الرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله صدقة يولا سكية تدو في طرنس يسعان يفسم الله يبارك يبد يقوم يسمن هذه الحوم ففر القيس يعني مشي العبد يتجد صحيح فيس يولا سكية الرسول صحيح يسلم ويسكر صدقاء يعدى يقوم على الرسول صلى الله عليه وسلم يسوسن يهضر يهضر ده كم كان يفهم العبد النية أن كان يفهم باللي لازم ذي على الشرف العمريس لازم ذي على القدر العمريس لازم ذي على القيمة العمريس
أم كري على القيمة أسمر وتندلا يرى غير مستن أري تندلا يرى أري الطف سر وذميس أمان وذميس أهني الطف أري تكسر عن سر أف وذميس أري تسان زارة غير نيس غير مستن صدقنا سدف كان سد إلى آخر لا يخلق ربي سبحانه وتعالى ذا عزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون بقرب سبحانه وتعالى. قالك الرسول صلى الله عليه وسلم ليس منا من رضي الذلة عن نفسه مطاعا غير مكره. قالك ولاش الزينر وإن لا يرضون المذلة الروحي وانت ماشي يعني انتصرت الحاجة ماشي المكره يقلا وانتصرت راني وكنا بندل أبدا أخذ من قدر العمري إنك الرسول صلى الله عليه وسلم ازدهر وإن ليس صدق يا رسول الله الناس إن يسلى أن يأخذ أحدكم حبلا فيذهب إلى الجبل والمدينة يتمثل بعدا في التي ذورة المدينة وإذا كي رحنا المدينة غلطة مكة غصح يعني قوانزي سي ذورة ولكن الحديثة يهضر يسيدك المدينة والمدينة بعدا يدورة بعدا يدورة في اللس غلطة ذنة المدينة أحد وحدين هذين 8-9 كيلومتر بعدا هكا تقريبا إنس لأن يأخذ أحدكم حبلا فيذهب إلى الجبل فيحتزم حزمة من الحطب فيبيعها ويقتات منها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه واللي فهم خلاص زين إذ نفس الرسول صلى الله عليه وسلم إن يتذكري وزيون هذه الدمثمرة هذه روح هذه الدو مش حالة ريدو هذه روح هارودرة روش هذه الدخل ما تديس بمي صغار أكشوط إلا حد يقول وقت النور ساعة رانا أكشوط يخل ولا الجاز ولا يوم يحزن لعبة ذيك ساعة أكشوط جمعني كل اشتوى ساعاني كل أكشوط المعنى ينس قليلا دار ذاغن في الله في السوق ولكن أكاغي ولا يزن نبي صعيس المهر وانشتا ولو قليلا لا يغن في الله روح الدمام لا فروح صغر وزرة زدم الزهاء فقط شنطي صغارا أبت تستاري كويت تدغر السوق نغاس الدغ في خامن ورا يغني صغارا في الليل واش حدا رسك نرحم وزيكم فقط شنطي صغارا تروز بلا كاين شو شارد يلا اين انا يسد مثلا الله زيسي وزني بدات صافي كل يسج ما بيت صراحة ادير نوتك الشوطي صني ها فيحتزم حزمة من الحطب فيبيعها ويقتت اولي تجيزيس ويقتت منها أخير أخير لعتبين مرة ودي ويش يطلع حكا في غنور بالعالمين سوشو أري عز ما نسجر مدن ولا ما يود أفوسي سكاري مدن أسدف كل نغسين نور حكيم أعطوه أو منعوه فإذا العمليين بالشرف يوم ذا العمليين بشي ونوري مزارة وذميس يرم الدن العملي بشي غادي قيم القديس يبد يرم الدم وأجر ذلك غمقرة ماشي كاني ونذي يزل وكنا ديوي العزة هذي يزلي وكنا ديوي الرزق ألا الأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ذي وثل الأمة حب رب العالم عز وجل أنا من دن النبي عليه الصلاة والسلام أنا من دن النبي ماشي من العالي يركانا يزمر لحال كنتم خير أمتين وخيش للناس شروط ولكن أنا من دن الرسول صلى الله عليه وسلم اكرم ربي خير الخلق لأمة ينسقل ثقل خير أمة إنك الرسول صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60-70 أتولت الأمة محمد صلى الله عليه وسلم قليلة ريرنون ولكن يترنون دوني ذاتك تجزيلني يعني العمورات هي مذانا قلوا وقت سيدنا نوح سيدنا إدريس مثلا سدرن عليهم السلام سدرن العباد 600-700-800 سنة ورغلين ورخنون ورغلين ثغماس المقدير الربي سبحانه وتعالى ولكن أكني دي تدول وقت أكني يتشيخ ومذان هلا هلا هذا اللي بغير ربي عز وجل يجعل إذن أعمار الأمة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي 60-70 قليلة لا يعدينا كين فإذا به سعنا رخي الله الوقت وشو غرد عمرا أشوير ذي الحسنات سعنا رخي الوقت خيلا وري 600-700 سنة هذه يلعب الخيلا يزوم خيلا يصدق خيلا إلى آخره ولكن
الأمة النبي صلى الله عليه وسلم تعالى راه في بورا الخير خلا، فإذا به اذكدر بالعالمين عز وجل خير لن تنطيشين، اذكاد ليلة القدر، اذكاد الزواج للعبادة لرب العالمين، اذكاد السعي على الرزق كذلك للعبادة لرب العالمين سبحانه وتعالى. نناد باللي الخدمة غيّا هذي شكو في الله سوم ذان يوكن أوريم الزيارة ربي مذمي سجار مدن يوكن هذي على القدر العمري سجار مدن يوكن داغن هذي تشرفع بوطيس وهذي حرز يعني ثروس وهذي هذي سدور رق يعني شراء نتاع رينت ما إلا يكسبت رب العالمين في الله. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذه أكيد قرب العالمين سبحانه وتعالى يعني الحديثي القدسي طلب الرزق باش هو تساويت الكسوين كتساويت استكسوني طلب سيد الرزقي. فإذا هذه وين الشرف الدنيا ولكن العمل إذا غند العبادة رب العالمين سبحانه وتعالى لكن يون النيل أنه يطول رب العالمين سبحانه وتعالى الأمم عدان قل عمر يستغزلد العمرات للأمة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسامين طنين الديات انتبوران وكنا ذوين خير الله للحسنات يكران الأعمال. العمل فشون فغكا نشقوا أشحال الزينة يشقون في اللاز خاصة يرقزن يعني لأنه أرجاز غرغور سد شد رب العالمين واجب النفقة ولينفق ذو ساعة من ساعته ويقرض رب العالمين سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المولود له يعني ذا أرجاز وخا ذو النغر الدلول وقشيش ذو النبنان أخا افرض في الله رب العالمين الرزق ذي الكسوة إلى آخره رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأذي يجاز العبد أنه لو كان لتزلالة الرزق أذيب الدقاري فسن رب العالمين سبحانه وتعالى وانتذي يعني يطيع الحق انتروس انغ الحق انتمطوثيس أذي يلين الحساب ضو عرام. إنك الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع. أتى رب العالمين هذه سقسين شرام وسعان الكلفة أبشرين لن دوس الكلفين أتي سقسين أتي سبد رب العالمين الحساب يوم القيامة حرضت الكلفة النيغنا استيعطيت أم بعد مريلين يضيع العبد النيغ وإذا كي لن دو الكلفة خاصة الرزق نسان يضيعيه يمر النيل ولش الذنب أرى يبا أي واحد اشفرنا الذنب أرى يبا العبدين. إنك الرسول صلى الله عليه وسلم لا أجد أعظم ذنبا عند الله عز وجل ممن يضيع من يقوت. إنه يشور في غيره أما كني وريه ضرب العالمين كساس الحجابي زرع يعني موازين الذنوب إنه يشور في غيره الذنب إجل لا نكثر نوين رايلين الذنب نوين رايلين اطيع وذيلان يعني الدواء ستعيشي من يقوت او من يعول. فاذا اذيلين اتيلي تشلي ينعط الرزق خوفا من الله سبحانه وتعالى فيتمنزو في السناس اتيلي طمعا في الاجر عند الله سبحانه وتعالى. انك الرسول صلى الله عليه وسلم من خرج يطلب قوت عياله فهو في سبيل الله حتى يرجع. فعند شو المعنى في سبيل الله أمن نفغن دمجان أكون تر الحسنات تدو صنظاري بلا الحبسان فهو في سبيل الله. من هذي لم في سبيل الله هذه المجاهد يسعى ناس الحوايج يسعى الرباط الزحف يسعى الساس الرباط مرة ملقين يعني أعداء يسعى القتال. فإذا السعي في سبيل الله الخروج في سبيل الله هو ثلاث الحوايج الرباط الوحي ذا القتال وبعد إزمان حتى الله الشهادة في سبيل الله ولش عيني في عبدان الأجر أجر الرباطين الدقار في الله النبي صلى الله عليه وسلم عيناني لن تمسهم النار أبدا عين باتت تحرث في سبيل الله وعين بكت من خشية الله.
إن إكسناس مسطوين دل محلان في الاستيم السنجان نما ستق تعسن في سبيل الله الجهاد ستق لن تتراوي في الخوف رب العالمين سبحانه وتعالى قلت مسالة مثلا يوستيك الثلاغة من الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم يقول بالليل يعني يوني من الرباط في سبيل الله سبحانه وتعالى أكثر من الاعتكاف يعني المسجد من الرسول صلى الله عليه وسلم مدة شهر كامل الركعة الركعة المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم توسلت ألف ركعة بغيره في غيره من المساجد يوسمتكلت إذ دور الرسول صلى الله عليه وسلم واحد الصحابة ولن يون ورقاز عدد ينشط إذ دور الحصون ينشط الله يبارك يغصب تيش لي يصحى ما شاء الله خضر انت كي يعجبسني يعني الشكل ناس ياه الدواء قد قد رأى الصحابة جده ونشطه فقالوا يا رسول الله لو كان هذا في سبيل الله شوف يعني الصحي شوف تكري غي شوف شطار غي لو كان نشتم مرة قل جهاد تخدم العبد النحي لو كان هو يسد الأجر غمقرة يصحى الله يبارك الدون ينشط يوم بعد إن يسمى الرسول عليه الصلاة والسلام سلت مليح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان خرج يسعى ويثرت ولا مكة ما إلا يفضل خميس يسدو أفشو إن كان خرج يسعى على ولده صغارا ما إلا يفضل يسدو في الرزق تروت مضيفا فهو في سبيل الله كيف كيف من جهة فهو في سبيل الله وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله ذي المظيم لزوجة رعال لفعال الدرياء إذ الدوم في الوالدين إذ الزلف الوالدين أثن داغن المجاهد في سبيل الله وإن كان خارج يسعى ورفعال الوالدين لتمتص للدرياء فوق الرؤية يخدم وإن كان خارج يسعى على نفسه وفي من كان يتزل يعفها يوكني يعني هذه سعود زماني وريد تشار وريد طلب مدان وريد تندلاء إلى آخرين وين معنى يعفوها فهو في سبيل الله آسان داغن في سبيل الله وإن كان خرج يسعى رياء نغني لي في الدق بريد إيه في الدون سزوخ المفخرة رياء ومفخرة شوفوا يا الناس ماشي الشغل يتدو ماشي الخدمة يتدو فهو في سبيل الشيطان آسان بريد الشيطان والعياذ بالله دروس الأجرية بلكات دروس لا يكره العباد عجزن يوثن تكلت إملاقا النبي صلى الله عليه وسلم تجمع في الصحابة اللي تدوغ المسجد فإذا به مي ملاقا يلسن صندك كيد الصف أدنين 10-15 من الدن موقن ذو الصف أبسن سلام سنوغا لوحيد الرسول صلى الله عليه وسلم إيه اللي ونزيسن اسمه معاذ بن جبل رضي استغفر الله اسمه سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه ذا فلاح ذا فلاح النيل فهضرت مرة يفات سنيس شقا تزال دمان اسم الحل نزيسنا كاي زمان ذا تسيري وان مرة يفات سنيس إن حسامه ندير فتن الرسول عليه الصلاة والسلام يخدم في حيلة لا شو في حيلة غير يروح يبدد ذان الجال الرسول صلى الله عليه وسلم زعما غير التهادي تمسلم واحد ويذاك يمسلم سين ثلاثة أربعة كان استخال كان يروح يقل ذا من زون زعما ذا يمسلم ديرس أنا بس إن حشم في فسنس يمسلم الرسول صلى الله عليه وسلم انسان يود في الخضار يقل ذا من إنه يسند سعد غرب سعد ذي هنا يسقل ذي رسول الله إيه سوي ذا المسلم يخمك كيف فسنس غرا أرض السير إن حشم الناس وري دي فسني يا سعد اي وريتين دايم خلاص لبيك يا رسول الله اي وريت دي فسني شقق مره ادني ني نشور من الفراكي نشورنا غر هنا كم مره يعني تعلم من الحاله مو فلاح يعني فاذا به يدميه عند الرسول صلى الله عليه وسلم يطفي في ذكاء اي وراه اللي تجمع فني ماشي كان يطفيها لا اي وراه اللي تجمع فني هكا ومن بعد سوريا الشان إن هاتين اليدين لن تمسهما النار أبدا سيني فسنين قنع تسابنا كام أبدا أبدا أهنت اللستين في جهنم الله الله حادث آخر
الرسول صلى الله عليه وسلم إنك إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة. وإن كان الحج يسعي عن الميزان ضمن القرآن، ولكن لا يكران الذنوب. إذا من الحال العبد وري حجارة، إذا من الحال مثلا وري ونعرف ظليتي، إذا من الحال العبد وري ونعرف صيامينة، إذا من الحال حجي جكرا وري فقرة مثلا، إذا من الحال الدول اللي غير عودة لعبادة غفرة ربي كلش إنسان، إذا من الحال لين ربي علما إذا من الحال سيغفرارا. فإذا به لم كان الذنوب سر، ولو كانوا انكسر الظلي، ولو كانوا انكسر الصيام، ولو كانوا انكسر الحج، وانكسر العمرة. إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة. فقالوا من يكفرها يا رسول الله؟ لا شيء سمحون دغتها يا رسول الله الذنوب. فقال الهم في طلب المعيشة، شغبني ذي الهمني ذو بكرني ذي العتبني وصروي طرى ندان وثني وثستعصى تركني يقوم الحال، ومن بعد دايما تخميم وتنسى إلى آخره. ذا نشتيك محون الذنوب برحمة من الله سبحانه وتعالى. إذا بلك ذي عبدي ونا في الأجر أيام القرآن، بلك أصيروح الفضل أيام هذي خسر الدنيا وذي خسر الأخر والعياذ بالله. وإن يخدمني تزلع في الرزق يربح الدنيا يرند الأخر بإذن الله سبحانه وتعالى. وما اللي ونع الخذ ما ينس هكني لق الحال يبدأ غرغور سودي تاكل على الزيت ونخدم على التطفيف. لابد التطفيف أي مشيك في المكيالي والميزان كان يقول إلا تطفيف في كل شيء. كنا المفسر من القرآن بن عربي بن العربي يسعى عن أحكام القرآن القرطبي إنك تطفيف أي لا أحسك تظلي العبد المرا أريد ظل راك يقوم الحال يتشكر دي تظلي دي تطفيف. فإذا تطفيف أي لا أحسك الخدمة وتخدم طارة راك يقوم الحال الخدمة كيكلف يس العبد وت يعني وتحكم طارة الوقت صغت قبل الوقت إلى أقل إلى آخره. أتونع إتقان العمل شو ده شر تربح إتقان العمل تربح المحبة ربي، ولو كان تخص العبادين ولو كان تخص. إن الله يحب لكن يا رسول الله إن الله يحب يعني غسان تمرد المحبة ربي، وما يحبك ربي وفقك كلش، ما يحبك ربي صريك كلش، ما يحبك ربي ما عز وجل درت القدح ليك، ما يحبك رب العالمين كي تجرى تغليك، ما يحبك رب العالمين اللي صغري خصيمنيك. سبحان الله سمعي انت سارك يديك. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمالا أن يتقنه. ده ينغي خصا كنيك سموري ينسل لو كان سعى إتقن العمل إلى قند هشارة الغروب إلى قند هشارة أمريكا والله إلى قمان دهش شو يغذي نهني لنا غزير القانون السيفيزم الهوين سيهن وقيل ولاش الخوف الربي غرسنا معنا في الجمال لكن لازم هذه للخوف، لازم هذه للخوف رب العالمين. مازال عادون في الجمال إيمان النغط هي إتقان العملين. علينا إذن بالعمل وإتقان العمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر لنا بمغفرتك واعف عنا بعفوك وارحمنا برحمتك أدخلنا جنتك جنبنا نارك إنك بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بك يا رحمن يا رحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.